مكانك، تعمل صحيح. تحليل واضح انا فين وعايز اوصل لفين بالظبط. وبالتالي دائما احنا في استراتيجياتنا نفتقد ذلك، نفتقد يعني زي ما بنقول مثلا بقى لنا 6 7 10 سنين بنقول عايزين نوصل ل 100 مليار دولار وبعدين خليناهم 140 من غير ما نسال طب احنا ليه ما حققناش ال 100؟ طب فين الصعوبات اللي هي منعتنا من تحقيق ذلك، وكيف نتخطى هذه الصعوبات ونضع في اعتبارنا إن على فكرة ده كل الدراسات دي موجودة عندنا، يعني نقدر نجاوب على السؤال ده فورا. ولكن هو السؤال إن هذا الفكر لابد من أن يكون هو الفكر السائد في إدارة الموارد الاقتصادية للدولة. يعني إحنا في الحوار الوطني قلنا إحنا محتاجين نائب رئيس وزراء للشؤون الاقتصادية، محتاجين مجلس اقتصادي مع الرئيس، محتاجين مجلس اقتصادي مع رئيس مجلس الوزراء. ده لم يتحقق، وبالتالي ما زال رغم أهمية هذا هناك، يعني أقدر أثبت لك على مستوى أمثلة كتير احنا شايفينها في إدارة الوضع الاقتصادي في مصر قد إيه في أولويات تحتاج لهذا، تحتاج للي بقوله بما فيها قراءة الأوضاع العالمية واستنتاج وضع مصر فيها. ده أنا عايز أقول لحضرتك حاجة مزعلاني جدا، ده يعني في الإطار بتاع التعديل الوزاري الأخير، احنا دايما كاقتصاديين بنقول ان السياسات الاقتصادية تلعب دور مهم جدا في ادارة الموارد الاقتصادية. طبعا السياسات الاقتصادية اللي على المستوى الكلي معروفة هي سياسة مالية وسياسة نقدية وسياسة تجارية. السياسة التجارية، لا توجد سياسة تجارية في مصر، لا توجد، وانا قلت مع حضرتك الكلام ده. بمعنى السياسة التجارية، يعني ايه السياسة التجارية؟ يعني هيكل التعريفات الجمركية للسلع كلها، سواء كانت سلع تمت الصنع أو سلاسل الإمداد. هذا الهيكل للتعريفات بيرتبط بإيه؟ بيرتبط بكل تصنيفات السلع اللي هي مصنفة بعدة تصنيفات عالمية. يعني في تصنيف تابع للأمم المتحدة للسلع الصناعية اللي هو United Nations Industrial Classification، ده متقسم لمجموعات سلعية زي مثلا أدي لحضرتك مثال الصناعة الكيماوية، الصناعة الغذائية وهكذا، وكل واحد من ده تحته تفريعاته بكل المستلزمات بتاعته اللي بتوصلك للمجموعة دي. فكل واحد من دول في نظام كمبيوترايزد في وزارة المالية وفي الجمارك وده حصل له. أنا وأنا في مجلس الشورى كان يعني الاعتمادات المالية له اتحددت وبدأ يبقى ديجيتالايزد، وده كان مهم جدا عشان تحقيق الشفافية. يعني أنا بيخش الكارتة بتاعة البضاعة هي مسجلة على الكمبيوتر، البند الجمركي بيطلع، البند الجمركي ده قدامه الضريبة كام الجمركية بيدفعها صاحبها وبيمشي، فما فيش بقى قصة تلاعب ولا غيره، وطبعا بيقابل الرقابة والتقييم. ولكن هو السؤال لما اجي اقول مثلا المستلزمات الملابس الجاهزة السوست والزراير والكلام ده عليها كام في المية جمرك، واستيراد ملابس جاهزة متكاملة يعني مثلا فساتين وبنطلونات وغيرها دي عليها كام جمرك. وهذا المثال يطبق على كل أنواع السلع. هذا التنسيق مش معمول بدقة ومش معمول بكفاءة، لأن ده بيرتبط بدراسات على مزايانا النسبية. من الطبيعي جدا أن تكون السلعة مكتملة الصنع عليها ضريبة جمركية أعلى من المكونات. ليه؟ عشان تساعدك انك تشتري المكونات وتستوردها بتكلفة قليلة، ولكن ما تستوردش كاملة الصنع بجمرك قليل عشان اشجعك انك تنتج في الداخل. دي قواعد اساسية في التجارة الدولية، يعني الطلبة بتوعنا حافظينها. ولكن كل الكلام ده يمكن وطلب مني على مستوى رئاسة الجمهورية اعداد يعني دراسة حول هذا، وكانت في لجنة شكلت من عمداء كليات التجارة وقعدنا وعملنا دراسة ورفعناها رئاسة الجمهورية بهذا الموضوع، انه لابد ان يكون هناك سياسة تجارية لمصر. وينتج عن عدم وجود سياسة تجارية واضحة. هي ليه مش موجودة؟ لانها في نزاع بين، مش نزاع يعني مش بقصد اقول ان في نزاع، ولكن هي يتنازعها وزارتين
المالية اللي هي فيها الجمارك اللي بتطبق الرسوم بالزبط. والصناعة اللي هي المفروض هي اللي تحطها، عشان ده مرتبط بهيكل الحوافز ومرتبط بالمزايا النسبية بتاعتنا واحنا عايزين ننميها ازاي، وده موجود في كل دول العالم، وامريكا عندها اكبر نظام متطور جدا في هذا المجال. يتيح لها ايه؟ يتيح لها انها تدعم الصانع الامريكي، يتيح لها ان هي تخلق منافسة بين الصانع الامريكي وبين كل الواردات عشان ما يحتكرش السوق. في قواعد كده معروفة دوليا عشان اعظم دور التجارة الدولية في خدمة الاقتصاد. هذه يعني معروفة هذه القواعد. طب هل معمول بها عندنا؟ لا. احنا انا بقى لي 20 سنة بطالب بده وبقول ان مش المالية اللي تحط ده ومش الصناعة اللي تحط ده. يردوا عليا يقولوا لي اصل عملنا لجنة من الجانبين وحطوا لان في انا لما بقابل ناس كتير كلهم الطلبة بتوعي في كل الوزارات واخدين ماجستير ودكتوراه من عندنا، فبقول لهم يا جماعه في حاجات لازم تاخدوا بالكم منها، ده وده وده. ما احنا عملنا لجنه وعملنا خدنا بالنا من ده. طب لما انتوا خدتوا بالكم ده مش منعكس ليه على النتائج؟ ما هو انا لازم دلوقتي في مصر يبقى اشتغل شغل جاد.